وصلنا إلى فقرة المم هم 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 عبور لاند. والشيف منى بدري، ازيك يا منى؟ ازيك يا لولو، اخبارك ايه؟ ازيك يا سعاد؟ هتعملي ايه النهارده يا روحي؟ هعمل حاجه بس مش احلى من النهارده. يا سلام، قالت امبارح هتعمل حاجه مفاجاه اسمها عزيزيه، صح؟ دي اكله دمياطي. انا كنت اعرف ان العزيزيه ده كومباوند. بتعملي دعايه كمان لكومباوند؟ اتفضلي. العزيزيه عباره عن ايه؟ عن كوبايه مكرونه مسلوقه، اي نوع مكرونه. نوع حلو بالمكرونه يا منمونه. طب جربي. من محافظة معينة دمياط وبورسعيد على فكرة كمان. اوكي، فاحنا مقاديرنا اللي يما دكها يعني. مقاديرنا كوباية مكرونة أي نوع، مسلوقة. أوكي. مسلوقة كويس، مسلوقة قوي، مسلوقة نص سلقة، احنا هنسويها لسه. أوكي. تمام. كوباية سكر، عندنا 3 معالق نشا. ده اللي هنخليه في الآخر مفاجأة أقول لكم عليه. أوكي. جوز هند، زبيب، وده برضو كمان، وزبدة، وطبعا عندنا لبن عبور لاند هنستعمل لتر واحد منه النهارده. لتر كامل؟ لتر كامل. أوكي. على الوصفه دي. طيب. نبدا بقى المقادير. المفاجاه دي مش هنقولها ولا نزلت للمشاهدين على الشاشه؟ هلك على الهواء. طيب هلك على الهواء. سر الصنعه، سر الطبخه دي. لا انت عارفه اني دايما بحب اجود. ماشي. فدي التجويده بقى. خلي بالك انا ايه دايما يعني بصي، فكره الحادق ما حلو ده مش قادره استوعبه، يعني فكره المكرونه اللي هيتحط عليها سكر وجوز هند. لا بس المكرونه من غير ملح ما هي عجينه. بالظبط. نشا. لا عجينه. هنحط كوبايه سكر. اوكي. تمام. برضو دي كتيره. وعندنا لتر لبن عبور لاند اهو كله. بارك الله فيك. ايوه. وهنسيب شويه صغيرين منه علشان يدوب فيهم النشا. اوكي. يعني لتر ده زي معلقه كده. لتر يعني معلقه عشان شويه النشا بس. شويه صغيرين ممكن كمان كده. اوكي. وهنضرب بقى ايه قلبا مبرحا بالخلاط. تحليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحبيها، تعلي صوتك عشان ممكن تحبيها شويه بتندق، وممكن ما تبيها، يعني ممكن تهريها قوي. كنت بتقولي ايه بقى؟ عشان كنتش تعملي حاجه من الخلاط. ممكن تضربيها في الخلاط قوي، وممكن تسيبيها شويه حتت، يعني حتت صغنونة. حتت. اوكي. بس كده هنحطها على النار بقى. انت لسه شوية. عايزه الجهاز ده ولا نزله؟ لا هننزله بقى. هي وصفه سهله جدا جدا جدا، وعلى فكره انا ما كنتش متخيله النتيجه بتاعتها. لا ايه ده، المكرونه حاجه فظيعه صح؟ انا مخليها ممكن هي مخليها حتة. ممكن تهريها اكتر من كده كمان، يعني في الخلطه تديها شويه كمان. اوكي. هنوديها خلاص. احنا كده على النار. اوكي. هناخد بقى عندنا النشا نظبطه الاول. حط عليه بقيه اللبن. عجباني وانت فاهمه كده وعارفه. شفتي؟ عارفه كل التفاصيل. لا على فكره بقى انا يعني طب والله بتجتهد. انا بقيت بتكتهد. خلاص يعني ذا اكسبرت. اوكي. ده اكسبرت، الخبيره مره واحده، الخبور. ماشي. خبور اجنبي. لا بجد انا بستمتع عشان عارفه حاجات اللي هي مش عايزه تقلبي حاجه ودوب لك انا ده. ما انت هكده. انت لا لسه هنقلب لما نبدا بقى نحط النشا. هو كده دلوقتي خلاص على النار مستنيينه يسخن. اوكي. مجرد ما يسخن شويه. خليكي اسره مع بعضينا برضو احنا. ايوه. نتعاون عادي. ايه المكون اللي احنا هنحطه؟ عندنا في دمياط بيحطوا ايه؟ بيحطوا ممكن يحطوا بيض. انا مش هحط بيض. ماشي. انا هحط حاجه تانية. ده كيس باودر كريم كراميل. اوكي. ده زي ما بنحط على الرز بلبن. بالظبط كده. وممكن نعمل حاجه تانية. كريم شانتيه باودر. هو ده اللي قصدي عليه، كريم شانتيه. اسفه انا بحط على الرز بلبن بحط كريم شانتيه. انا اسفه. احط كمان ايس كريم فانيليا. وهو بيتطبخ الرز بلبن نحط عليه ايس كريم فانيليا؟ انا بحط كيس كريم شانتيه. تعلمتها. لا كيس كريم شانتيه دي سمعت عليها. ممكن تحطي وان بول بس. احطها وانا بطبخها؟ سنة الرز بلبن ده عشق يعني. ده ممكن اعيش عليه. لا بعمله لك. يعني ده حضرتك ده الحله دي انا اقدر اخلصها. هنروح حاطيني النشا بتاعنا. هي خلاص بدات تسخن. هنحط النشا. اوكي. ده عباره عن مكرونه ولبن وسكر ونشا.
عارفه وبيعملوها بالشعريه. ما احنا بنعمل الشعريه باللبن. ايوه ايوه الفكره مش بعيده. طب على فكره انا بقى بحب اكل الشعريه بالسكر. جميل انا بحبها جميلة. جدا بالسكر من غير لبن. ما تحطش لا بسكر بس. لا بحبها بسكر ولبن. لا جربي قرفه في الشتاء كده. جربي بقى بالسكر بس. أوكي. وهو بيقرمش كده. اوكي ودي معلقه جوز الهند. اوكي هنحط شويه زبيب. زبيب تعملي حلاوه المولد ولا ايه؟ ايوه كل سنه وانت طيبه. هو قرب خلاص هو كده بقى هيبدا يشكل معانا. أيوة. يشكل معانا. ايوه وبعد كده هنروح حاطين الفانيليا في الاخر. ولسه في بقى السر ده ولسه في شيء ده احنا هنعمل بيه بقى. نحط فوق ايه؟ فوق بعد ما نقطعها كده هنحط فوق يبقى طعمه حلو قوي. لان انا اوريدي احنا السكر انا سايبه شويه دول ليه؟ بعد ما بنخلصها ونحطها في البايركس بنخليها تستنى لغايه لما الوش بتاعنا يجمد. بالزبده نروح حاطين زبده سائله نروح حاطين فوق الوش ونروح رشين السكر. اوكي فانا يعني ليه بقى نخلي السكر بس؟ لا ما احنا ممكن نحط كمان الكريم بتاع دوت الكراميل. اوكي يبقى في التقديم بس ما يبقاش فوق برضو عشان الاصليه بتتحط في الثلاجه. فلما تحطي الكراميل في الثلاجه هتلاقيه بيبقى يعني هي هتغلي وهتشكل وهتمسك نفسها زي المهلبيه ورز ولبن والحاجات دي بس. وهنحطها في الثلاجه تمسك عادي جدا بس وقتها. اوكي لا بس لا لسه لسه في تركه كمان. هي هتعمل كده ونروح حاطين فوقيها زبده والسكر وفي الفرن. اوكي في الفرن احنا مش هنقعد كتير هو بتاع 10 دقايق بس. اللي هي بس الوش الفرن قبل الثلاجه هتطلع تهدى من الفرن وتحطيها في الثلاجه. اوكي بس هي بصي خلاص بدات اهي ايه بتتقل معانا. ممكن نعمل برده حاجه ثانيه نحط حته زبده صغيره وهي معلقه. طب سؤال يا منى. نعم انت قلتي في دميات بيحطوا بيضه. بيحطوا عليها بيضه يعني فوق الطبخه دي يروحوا ضايفين البيض؟ لا احنا طبعا كشيفات ما نقدرش نعمل نحط البيض على الحاجه السخنه. بنعمل ايه؟ بناخد شويه على البيض شويه صغيرين على البيضه نضربهم عشان ما تبقاش اومليت. أوكي. ما تستويش منين تستوي. ما تستويش منين امال ايه؟ شوفي ازاي وبعدين نروح مرجعينها تاني. اوكي اوكي كويس انك ما عملتيهاش بالبيض ده مش يعني انا حابه اجربها كده. لو كانت بالبيض كمان كنت ممكن يبقى عندي شويه. لا ما احنا بقى احنا البيض احنا عندنا الكريم كراميل اصلا بيبقى في بيض فاحنا نديله الطعم بتاعه الحلو بيبقى حلو قوي. خلاص هي بدات تتقل اهي شويه بس عشان المكرونه. ايه رايك ما تيجي نجيب الصينيه بتاعتنا نوريها الجاهزه؟ يلا ناكل وناكل كمان ده احنا يلا بينا قوي. اوه 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 بص يا فادي هذا المنظر. يعني انا من رايي عشان بس نعذب المخرج شويه. فرصه نعذب عادي وعادي مش خساره في بيت قلبه. كل اكله بتعمليها يا لالا. وبص الجمال. لا حاجه حالا حاجه بدور على اطباق ومعالق وكده حاجه يعني. شيء لا يصدق عقل. ليه انا حطيت حته زبده صغيره بس؟ لان انا لما باجي احط الصينيه بحط زبده تحت وفوق بعد ما بخلص. اوكي فبلاش احط الزبده كلها جوه لا انا عايزه يبقى شكل الصينيه حلوه وعشان كده بمسكها بايديا. يعني لو نحط بضمير يا جماعه. اوكي ما تتكسفوش يعني وتقولوا كالوري وحاجات دي احنا اتفقنا ان احنا مش هنعمل دايت مع لا بعض. لا خالص. انا جبت اطباق دي هتبقى طريه. عايزه معلقه ولا اشيلها بشياله؟ هنشيلها بشياله وانا مجهزه الشياله. هنا مجهزه الشياله. اوكي اقطعي منز. اقطعي بقى انا سايباكي. انا سايباكي. عايزه حته محروقه او حاجه معينه؟ ايوه بس حته صغيره. أوه. جدا. اوكي احساسها لذيذ قوي دي. أوكي. عامله زي المهلبيه فرن بس لو ناشفه شويه. اوكي عشان فيها حاجتين انا عادة ما بتعملش معاها. اوكي اشكرك. ادي شكلها شكلها يجنن. اوكي اشكرك. اتفضلي يا استاذه ليلى. ياسمين لازم تشمي الريحه. اشم وريني انت فين؟ لا شمها من هنا. لسه ما حطيناش فانيليا. ريحتها حلوه قوي. لسه ما حطيناش اي حاجه. ده كمان. لا لازم بقى هسيبك كده بقى يا لولو من غير ما احط لك كراميل. انا هدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. سميه ليه كلتي من غير ما احط لك كراميل؟ ليه انا بعتي ليه ده؟ طبعا ايه اللذاذه دي؟ جربي بقى كده. ايه ده؟ دي لذيذه قوي. طعمها ايه؟
رز بلبن على كريم كراميل. ما انا ده اللي بقوله لك، يعني هي عامله زي المهلبيه فرن. وبعدين المكرونه جت في بقي نفس احساس الرز بلبن، يعني في حاجه بتتقرق. طب اقنعتكم ولا لا؟ اقنعتكم؟ عرفت طبعا ده فد، ده غير الطعم خالص. طبعا الكراميل كمان طبعا. بصي خلاص هي تقلت اهي، هي بتخش بقى عندنا الفرن. انتوا بتعملوها بقى في دمياط في مناسبه ايه؟ لا انا مش دمياطيه، بس انت قلتي عندنا في دمياط. يعني عندنا ما احنا بدمياط مصر، عندنا كمصر. عندنا في مصر بقى، عندنا في دمياط بنعملها امتى؟ دمياط؟ لا ما انا بقى لا ما عرفتي، كلنا مصر. فانا كلنا مصر بيعملوها ايه مثلا؟ دي ليها مولد نبوي، ليها علاقه، ولا دي في مناسبات عامه؟ حقيقه ما اعرفش، بس هي دمياط مشهوره بالحلويات، يعني تروحي دمياط بقى. طب ما تعملينا مشبك بقى بالمره. ايوه موافقه والله. بصي الطمع خلاص. بصي بحب المشبك جدا انا بقى، بحب اعملها كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي طبعا خلاص كده خلصنا. في البوتاجاز مجرد بقى من غير مش عارفه ليه دايما اتلسع. خلاص خلصت كده، هنستنى بقى ده الوش ده يشد مننا، نروح بالزبده سايحه على الوش حطين. ونروح حاطين شويه سكر السنترفيش بتاعنا دوت، وندخل الفرن 10 دقائق. تطلع من الفرن تاخد بقى حراره الجو وتهدى خالص، نحطها في الثلاجه كده تمام وزي الفل. خلصنا. تسلم ايدينا. تسلم، انا بتسلم ايدينا. ايوه تسلم ايدينا. ويسلم بقي. بس هي حلوه قوي فعلا. حلوه قوي، غريبه بالنسبه لي بس هي حلوه قوي. طيب نتكلم عن بكره ولا نسيب خلي بكره لبكره؟ حاجه حلوه ولا حاجه حلوه؟ حاجه حلوه. حاجه حلوه؟ حاجه حلوه. يبقى انت مصره ها؟ الشتاء داخل. طيب بس الاول نقول مقاديرنا ولا ايه؟ يلا بينا نقول مقاديرنا تاني، عشان حتى لما قلتي في المقادير خبيتي تو ايتمز. عندنا لتر لبن عبور لاند، عندنا كوبايه مكرونه اي نوع مسلوقه، كوبايه سكر، معلقه زبيب او معلقتين ده حسب الرغبه، ومش عايز تحطيه ما تحطوش. جوز هند، زبده، فانيليا، كريم كراميل ده اللي بنحب نضيف فيه، اللي بنحب نضيفه كيس واحد بس وخلاص. كيس كده. واحد كريم كراميل جاهز بالظبط. على فكره احنا من ريحتها، خلي بقى احنا نسينا نحط الفانيليا. بس من ريحتها، بس هي كانت ريحتها كريم حلوه. الكريم كراميل الباودر بتاعه فيه فانيليا، والزبيب والجوز هند وكله عمل طعم يجنن. منى هنشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا مبسوطه انك هتعملي حاجه حلوه بكره، دي هتعجبك قوي بكره. مفيش احلى مني. واحنا يا جماعه نعم خلصت حلقتنا النهارده. ماشي ماشي انا هفوتها لها بس خلصت الحلقه النهارده، وهنشوفكم بكره ان شاء الله. واحنا الستات